السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير. يا أهلا وسهلا مشاركين قدوم منورين قناتكم. تم اليوم الكشف رسميا عن لينكولن SUV الجديدة كليا موديل 2022، وهي من سيارات الـSUV التي تعتبر منافسة كبيرة لشركة ليكزس وشركة تويوتا بفئاتها رافور وهيلندر. وعن ليكزس RX تعتبر من أكبر منافسين لهذه الفئة، وتأتي بداخلية مقاعد جلد باللون الأبيض، شاشة مقاس 14 إنش، تدعم أبل وأندرويد كاربلاي، فتحة سقف بانوراما، السقف كتان. انتظروا تفصيل شامل للسيارة وتغطية في الفيديو القادم إن شاء الله. هذا مقاعد الصف الثانية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.